تعلم مع زكريا. السلام عليكم يا أصدقاء، مرحبا بكم في برنامجنا الجديد هل تعلم؟ هل تعلم؟ سنطرح عليك 10 أسئلة، عليك الإجابة على كل سؤال في مهلة قدرها 15 ثانية. موضوع اليوم هو بلدان العرب. اطلب المساعدة من أهلك إذا صعبت عليك الإجابة. السؤال الأول، كم عدد الدول العربية؟ 10، 120، 200، 22. تبقى 5 ثواني. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. 22. هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. نعم هذا صحيح. السؤال الثاني، في أي بلد من بلدان العرب يقع الحرمين الشريفين؟ السعودية، العراق، اليمن، الأردن. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. السعودية. هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. جيد، إنه الجواب الصحيح. السؤال الثالث، أي بلد من بلدان العرب يدعى ببلد المليون ونصف مليون شهيد؟ تونس، موريتانيا، الجزائر، السودان. تبقى 5 ثواني. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. الجزائر. هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. ممتاز، إجابة جيدة. السؤال الرابع، أي بلد من بلدان العرب ذكر بالاسم في القرآن الكريم؟ ليبيا، مصر، الصومال، سوريا. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. مصر. هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. رائع، 4 أجوبة صحيحة. السؤال الخامس، أي بلد عربي اسم عاصمته بغداد؟ لبنان، السعودية، العراق، اليمن. تبقى 5 ثواني. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. العراق. هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. ممتاز، إجابتك صحيحة.
السؤال السادس: أي بلد من البلدان التالية ليس ببلد عربي؟ جزر القمر، إيران، جيبوتي، الصومال. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. إيران، هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. أحسنت، جواب ممتاز. السؤال السابع: أي بلد عربي اسم عاصمته أبوظبي؟ الكويت، عمان، قطر، الإمارات. تبقى 5 ثواني. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. الإمارات، هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. أحسنت، 7 أجوبة صحيحة. السؤال الثامن: في أي بلد عربي تقع مدينة القدس؟ المغرب، موريتانيا، سوريا، فلسطين. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. فلسطين، هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. جيد، تبقى سؤالان فقط. السؤال التاسع: ما هي أصغر دولة عربية من حيث المساحة الجغرافية؟ الكويت، البحرين، لبنان، قطر. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. البحرين، هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. ممتاز، جواب صحيح. السؤال الأخير: أين تقع مدينة مراكش؟ المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا. تبقى 5 ثواني. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. المغرب، هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. نعم، جواب جيد. يا لك من بطل، لقد أجبت على كل الأسئلة. نشكركم على حسن المتابعة، نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك، وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله وحفظه.